صباح النور. اليوم التالي او الثالث في خوض المعركه اللي كتخوضها هيئه الدفاع بالمغرب. المعركه لا زالت مستمره، نكون او لا نكون، ان هذا الجواز وفرضه هو اهانه للشعب المغربي واهانه للنخبه ديالها وعلى راسها هيئه الدفاع بالمغرب. لا يمكن الاستسلام، لانه من تنازل في هذه المرحله سيتنازل عن جميع ما تبقى من المكتسبات. اعتقد على ان العنوان البارز المرحله هو الردة الحقوقية والدستورية وضرب جميع القوانين ديال البلاد والدولية كذلك. هذه الوثيقة المشؤومة سيئة الذكر لا يمكن قبولها بالمطلق ولا بأنصافها، نكون أو لا نكون، من أجل إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه. وما يمكنش المحامي وجميع أسرة القضاء يعملوا في جو مشحون بالعسكرة وبغيرها، لا لعسكرة المحاكم، لا للدوس على الحقوق والحريات والقوانين وكذلك المواثيق الدولية. نعتبر على أن الآن نعطي الدروس كهيئات ديال المحامون بالمغرب، أننا نأخذ المعارك بشكل تنسيقي، ولنا معارك وطنية إلى غاية العدول المسؤولين عن هذه القرارات سيئة الذكر. وما يؤخذ بالنضال يؤخذ بأكثر من النضال، وعاشت المحاماة رسالة نبيلة وجزء من النسيج الحقوقي المدافع عن الحريات والعدالة. وتحية لكم. تحية الأحرار للإعلام الحر. نحن الآن أمام محكمة الاستئناف في آخر لحظات الوقفة الاحتجاجية، على أساس أنه الجديد في الأمر هو أنه الجمعية الوطنية تنادي بوقفة وطنية في الرباط غدا إن شاء الله. نحن سنلتحق غدا إن شاء الله، ما غاديش تكون وقفات إقليمية ولكن غتكون وقفة وطنية. نحيي جميع الناس أو الإطارات الحقوقية والنقابية والسياسية التي تتضامن معنا. نبلغ رسالتنا إلى جميع الشعب المغربي بأن هذه المعركة ليست معركة الدفاع وحدها، بل معركة الشعب بكامله، لأنه هناك أشياء كثيرة ستقال لكن تقال على المستوى القانوني، أولها احترام الدستور والحريات واحترام المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تضمن للمتهم الحقوق وللمحامي الحقوق ولجميع الكلمة الحرة بكافة إشكالها الحقوق لها. ونقول لكم بأنه الدستور المغربي الآن في مواده المتعلقة بحقوق الإنسان لا زالت تعطي للحق للمواطن وتعطي الحق للدخول المرافق العمومية. والآن أما أخشى ما أخشى هو أن تكون البطاقة أو جواز التلقيح يحل محل الدستور، وهذه كارثة. الوقفة كما عاينتم من خلال من انطلاق ديالها من المحكمه الابتدائيه في اتجاه محكمه الاستئناف، بناء على قرار مجلس هيئه المحامين باسفي الذي قرر مجموعه من الوقفات الاحتجاجيه ابتدات من يوم 22 دجنبير تصديا لهذه للمذكره الثلاثيه المشؤومه التي حرمت المحامي، التي فرضت على المحامي بالادلاء بجواز اثناء ولوجه الى محاكم. وكتشوفوا بان المذكره الثلاثيه عطلات العمل ديال المحاكم وعطلات العمل ديال المتقاضين وحقوق المتقاضين، ومست هي تمس الدستور في الصميم، على اعتبار بانها السلطة القضائية هي سلطة مستقلة ولا يمكنها توقيع مع وزير العدل لهذه الاتفاقية وتفرض على المحامون الذين هما هيئة مستقلة ولها مسؤولين لها، لها واحد الجمعية اللي هي اللي كتتحاور وهي اللي المفروض انها تكون تقرر ما يجب على المحامي وما لا يجب. هذا فضلا على ان الجسم المحامي، الجسم المحامون بالنسبة لهيئة المحامون الباسفية هناك 98% ديال الزملاء ديال المحامون هم ملقحين، وبالتالي فإننا لا حاجة لنا لجواز التلقيح، والمسؤولين القضائيين يعلمون ذلك، فهم يعلمون الشد والفد على المحامي، فكيف لا يعلمون بأن نسبة أن المحامون ديال الهيئة التاسفية ملقحين بنسبة 98%؟ ولأجل ذلك كنلتمسوا من الجهات المسؤولة التراجع على هذه المذكرة، على اعتبار بأنها تم تسوس بالدرجة الأولى حقوق المواطن، لأن جلسات الجنايات الاستئنافية والابتدائية كتدوز بلا محامي، وهي المفروض أنها تكون في إطار عدالة، في إطار العدالة أنها تكون بواسطة محامي. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.